خطوة غير تقليدية خلال العام الدراسي الجديد، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باستحداث 100,000 فصل دراسي جديد خلال العام الدراسي الحالي، إلى جانب الفصول الموجودة منذ العام الماضي. خطة الوزارة لخفض الكثافة في الفصول الدراسية نجحت في إضافة 100,000 فصل جديد للمنظومة التعليمية مع بدء العام الدراسي. وأعلن السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الدراسي الجديد سيشهد وفقاً للآليات المطبقة وصول كثافة الفصول إلى أقل من 50 طالب في الفصل على مستوى 90% من المدارس بمختلف المحافظات والانتهاء من قوائم الفصول. وقررت وزارة التربية والتعليم استخدام فكرة الفصل المتحرك المعمول بها في أغلب دول العالم من خلال تحريك فصل في المرحلة ليكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو ما سيساعد على تقليل الكثافات. وأشاد عدد من الطلاب بتقليص الأعداد في الفصول، وأكد أن هذا الأمر انعكس بشكل إيجابي عليهم وأتاح لهم أجواء صحية أكثر وفرصة أكبر للاستيعاب والاستفسار من المعلمين حول المناهج الدراسية. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، لكونه يرتبط بتشكيل وبناء عقل النشء المصري وصقل مهاراته على النحو الذي يؤهله لمرحلة التعليم الجامعي ثم سوق العمل.